أنا ترشحت لأدعم الشباب في البلد، هذا أولاً. ثانياً لأبني مجتمع أفضل من هيك وبلد أفضل من هيك بكثير، من كل النواحي، الأعمال التطوعية، خدمات الشابة، المؤسسات الشابة، النظافة في البلد. يعني ترشحت لأحاول أشتغل للبلد قد ما أنا بقدر، قد ما الشباب رح تقدر تشتغل تساعدني. احنا حبينا نثبت للمجتمع انه لفئه الشباب في لهم دور فعال في المجتمع، واحنا كمان نزلنا نمثل يعني شباب بيت سحور، وهدفنا نساعدهم ونطورهم في بعض الاشياء حتى لو كانت اشياء بسيطه، ونحاول نساعدهم في اي شيء ممكن يكون. لما سمعت انه في انتخابات وراح يسووا انتخابات قررت انه ارشح نفسي، وحسيت في دعم حواليا من الشباب الحواليه والمجتمع في بيت سحور انه في دعم، فقررت انه ارشح نفسي، وانا شايف حالي في عندي قدره ووقت متفرغ ورغبه اني اخدم الشباب السحوري، وباذن الله نتوفق في هذه المهمه. إياد غسان جورج فرهود. ألف مبروك للجميع، ألف مبروك، وبنتمنى نشوف النجاح هذا بالعمل الميداني إن شاء الله. ألف مبروك للجميع.